بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الـ Input Week، ده خاصة بالأسبوع. طيب معانا مستمر مثلث للحصول على بيانات برسايز، بيانات دقيقة من المستخدم بشأن حاجات ممكن تفيد الديزاينر بـ 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 يعني أقصد بطرق مختلفة بمجالات مختلفة، لكن يقينا انت عندك الاداه، انا بقى ماليش دخل انت راح تستخدمها في ايه، ازاي، شكلها ايه، المهم انت عندك الاداه. الويك خاص بان اليوزر يختار اسبوع معين من الرينج بتاع الاسابيع، يعني لو انا عملت بريفرش كده هيجيب لي القصه. طبعا انت لو ضغطت على ويك ديت او خليني اضغط على البتاع ده هروح يجيب لك السنه الشهر. طبعا هو الافتراضي راح اداني الشهر اللي انا واقف فيه، وبيقول لي والله انت الاسبوع 31 32، انت لو ضغطت على اي اسبوع مثلا احنا في ال 32، اروح اقول لك اه انت في الاسبوع ال 32 ومش رقم 32 وسنه 2016. ما بيدورش طبعا على السنه، المهم عنده بالنسبه للجانب بتاع الاسبوع. الجانب ده ممكن يفيدك في حاجات مختلفه ايا يكن هي ايه، يعني كالندر، بتبني كونتنت مانجمنت سيستم، يعني الحاجات دي يقينا راح تفيدك ان شاء الله باذن الله، حتى لو انت مش استخدمتها دلوقتي. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.